السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. طبعاً بالنسبة لمكيفات سبيلت يونت اللي هي السوبر جنرال شايفينها هون، طبعاً في هذا المشروع احنا مركبين في قسم الخدمات مكيفات السوبر جنرال. مثل ما تشوفون عندي بتنزل درجة الحرارة إلى 17 درجة. احنا شرحنا طبعاً هذا الترموستات كاملاً بالتفصيل على القناة عندي على اليوتيوب، وحملنا شرح هذا الترموستات بكل إعداداته. طبعا تبريد ممتاز. طبعا احنا جايبين الكمبرسر البستون مثل ما شايفين هون لهذا المشروع. طبعا مكيف جيد، انا يعني وجهة نظري مكيف جيد وتبريزه ممتاز، تبريد سوبر جنرال. مكيف صيني ولكن هذا الكمبرسر بستون، دفع الهواء ممتاز. وايضا عندنا هذا الريموت شرحناه بالكامل. يعطيكم العافية.